بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة المشاهدين، إطلالة جديدة في حال البلد والعديد من الموضوعات اليوم. زيارة الرئيس البشير للدوحة والأوضاع في إقليم الأمهر الأثيوبي، الصراع الذي يدور هناك وتأثيراته على السودان. صالون سودانية 24 يشرف بحوار نتائج وخلاصات مع السفير خضر هارون، حوار ما بين الدبلوماسية والإعلام والسياسة. لكننا نبدأ بأهم أخبار البلد ثم نعود. انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة قمة سودانية قطرية جمعت رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا. وقالت وكالة الأنباء القطرية قنا إن المباحثات جرت ظهر الأربعاء في الديوان الأميري بالدوحة وتطرقت إلى مختلف التطورات في السودان. وأكدت أن رئيس الجمهورية أطلع الأمير تميم على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان. وطبقا للوكالة الرسمية القطرية فإن الأمير تميم أكد موقف دولة قطر الثابت في حرصها على وحدة السودان واستقراره، كما تناولا مستجدات عملية السلام في دارفور. دعا الممثل الخاص المشترك لليونميد جيرمايا ماما بولو حركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور للنظر بجدية في الفوائد التي قد يجلبها السلام إلى دارفور ككل ومنطقة جبل مرة بشكل خاص. وأشاد ماما بولو بحكومة السودان على المستويين الفيدرالي والولائي على تعاونها في تسهيل عملية انتقال اليونميد من الفاشر إلى زالنجي. وقال لدى مخاطبته حفل افتتاح المقر الجديد للبعثة بحاضرة ولاية وسط دارفور إن الانتقال من الفاشر إلى زالنجي يمثل علامة بارزة مهمة للتنقل في دارفور بشكل عام ولعملية يونميد بشكل خاص، مشيرا إلى أن مقر البعثة الجديد يدل على الديناميكيات الإيجابية في عملية السلام في دارفور، وهو مؤشر على زيادة الاستقرار في المنطقة. أعلنت الحكومة اتخاذها جملة من التدابير تشمل الاستعانة بالبوليس الدولي انتربول لاستعادة آثار سودانية مسروقة في الخارج. وقال مدير الهيئة القومية للآثار والمتاحف عبد الرحمن علي محمد لوكالة السودان للأنباء لاتخاذ حزمة تدابير لاسترداد الآثار السودانية الموجودة بالخارج من خلال إعداد ملفات للآثار المسروقة والتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية والإنتربول وإنشاء آلية لمتابعة الآثار السودانية المتداولة بالمزادات العالمية. ولفت إلى احتكام الخرطوم لقوانين الملكية الفكرية لإثبات أحقيتها للقطع الآثارية المسروقة بالبلاد، لا سيما الموجودة بالمتاحف العالمية، لإعادتها لموطنها الأصلي بناء على الاتفاقيات الدولية. زيارة الرئيس البشير إلى الدوحة والتي انتهت اليوم عصر اليوم بلا شك أثارت الكثير من الجدل والنقاش والمتابعة حول بعض التفاصيل في هذه الزيارة. ولكن ليه هذه الزيارة بالذات أخذت هذا البعد؟ طبعا لأنه البعض اعتبر أنه زيارة الرئيس البشير الآن في ظل ما هو مطروح في الإعلام وعلى شبكات التواصل من أن حكم الرئيس البشير يشهد تدهورا مريعا وأنه السلطة في حالة انهيار وأن الاحتجاجات تحاصر البلاد من أقصاها إلى أقصاها. في هذا الوقت بالذات الناس استغربوا في مثل هذه الزيارة، وبلا شك هي فيها رسائل كثيرة ومنها ربما يعني رسائل معنوية أن الأمور ليست كما تقولون. الأستاذ الزبير عثمان أحمد الملحق الإعلامي بسفارة السودان بالدوحة، مرحب بك أستاذ الزبير. السلام عليكم أخ الطاهر ومشاهدي السوداني 24. هذه الزيارة كما أسلفت يعني حظيت باهتمام كثير يعني وكبير، في تقديركم هل هذا الاهتمام أي سبب بالأوضاع الداخلية في البلاد؟ شوفي الطاهر، أنا شخصيا بفتكر أنه يعني كان متوقع أنه هذه الزيارة يعني تثير هذا الجدل الذي تحدثت عنه، وانه بالفعل تحظى بكل هذا الاهتمام، وبالفعل هي زياره تستحق ان
أن يهتم بها وأن تثير هذا الجدل، لأن الوقت اللي بتأتي فيه وقت له طبيعة خاصة والناس يعرفوا التطورات اللي حاصلة في السودان. لكن أفتكر أنه أول رسالة يمكن أن واحد يعني يستنتج من هذه الزيارة أنه يعني الرئيس الجمهورية في هذا الوقت يعني يغادر في زيارة إلى دولة شقيقة تربط بها علاقات، أو تربط السودان بهذه الدولة علاقات متميزة وعلاقات متينة، علاقات يعني راسخة. وطبعا العلاقات مع قطر يعني ليست كأي علاقات أخرى، خاصة أنه قطر لها دور كبير جدا في عملية دعم السلام في دارفور، وجهودنا زالت متصلة. نتوقع في القريب العاجل أن تعقد جولة من مباحثات أو مفاوضات في الدوحة لاستكمال السلام في دارفور. أنا شخصيا بفتكر أنه هذه الزيارة يعني زيارة ناجحة بكل المقاييس، وقت دقيق جدا تمت. وأنا أفتكر أنه اللقاء اللي تم في الدوحة، أنا أفتكر أنه اللقاء كان حميم جدا، وبفتكر أنه أهم ما فيه يعني مناقشة الأوضاع الداخلية، والرئيس حقيقة أطلع شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني بتطورات الأوضاع على حقيقتها وأبعادها وكثير من القضايا المتعلقة بهذه القضية. وربما هذا هو الموضوع الذي بالفعل يعني ربما كان حول هذا الجدل اللي داير حول هذه الزيارة. أنا أفتكر إنه الرسالة اللي أرسلها الشيخ حمد من خلال هذا اللقاء، واللي كان يعني قعدوا على انفراد، أو جلس الرئيس البشير وسمو الشيخ حمد على انفراد، أنا أفتكر ممكن فعلا يكون هناك الكثير من المعلومات التي قيلت وكثير من القضايا التي يمكن أن تكون قد أثيرت في هذه الجلسة الخاصة بين فخامة الرئيس البشير وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. طيب، يعني من الأخبار التي قيلت أنه هذه الزيارة يعني لا تعهدات قطرية فيها بأي مساعدات مالية للسودان، تعليقه؟ والله السؤال، من الذي قال ذلك ومن أين له هذه المعلومة؟ أنا أفكر سؤال مشروع جدا، اللي قال هذه المعلومة من أين له هذه المعلومة؟ حقيقة لم تطلع معلومة في هذا الشأن يعني صراحة يعني. لكن أعتقد إن لم يعني يأخذ أي بيان أو تصريح بأنه قسم ذلك، هذا لا يعني أنه يتم أي دعم. ما في إعلان صدر عن اللقاء بهذا الشأن يعني. صحيح قد يكون لم يقل، ولكن ممكن أن يكون قسم ذلك يعني. من الذي أخطر الإعلان بذلك؟ لم يتم الإعلان عن أي شيء بخصوص الزيارة، يعني نتائجها يعني غير معلنة، نستطيع أن نقول ذلك؟ والله يا أخي يعني الوزير الخارجية يعني صرح في الدوحة هنا، وكذلك صرح في الخرطوم يعني تكلم عن هذه النتائج وما تم نقاشه حول هذه الزيارة والموضوعات التي كانت محل اهتمام الرئيسين ومحل التباحث بين الرئيس البشير وسمو الأمير تميم. يعني تطلعنا أستاذ الزبير على أهم النتائج إذن؟ أستاذ الزبير، هل تطلعنا على أهم النتائج؟ والله أهم النتائج، أولا قطر أكدت دعمها ومساندتها للسودان ووقوفه مع السودان أو وقوفها مع السودان في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها، وأكدت كذلك أنه يعني تدعم كل الجهود التي تحقق استقرار السودان في هذه المرحلة. وربما هذه إشارات يمكن أن تقرأ من أكثر من زاوية، ويمكن بالفعل أن تصف في إنه يعني قطر قدمت دعما للسودان. وأنا أفتكر إنه من القضايا أيضا يعني الاهتمام بقضية دارفور باعتبارها واحدة من القضايا اللي قطر تدو لها اهتمام كبير جدا، والمسائل اللي أفتكر إنها مهمة جدا التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، التعاون الاستثماري اللي بفتكر انه كما قيل يعني هذه واحده من المداخل لمعالجه قضايا السودان الاقتصاديه. يعني الدوحه الان لديها يعني جهود كبيره جدا في مجالات الاستثمار
الزراعي والحيواني في السودان، بالذات في هذه الظروف التي تمر بها دولة قطر، تهتم جدا بمسألة الأمن الغذائي، التصنيع الغذائي، وهذه جهود ربما الناس يعني يروا ثمرتها في القريب العاجل. يعني أنا أعتقد أن قطر في المرحلة القادمة ستتجه لا أريد أن أقول بكلياتها، ولكن بشكل واضح جدا في دعم الاقتصاد من خلال المشروعات الاستثمارية ومن خلال التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات. وأنا أفتكر في هذا دعم للسودان ومخرج للسودان مما يعانيه الآن. أستاذ الزبير، يعني هناك طبعا يعني جدل دائما ما يكون في السوشيال ميديا بعد الزيارة، في نقطتين تثار دار اسمع تعليقك عليهم. قيل أنه كان هنالك مؤتمر صحفي يفترض أن يقام بعد نهاية الزيارة وتم إلغاء هذا المؤتمر، ما حقيقة ذلك؟ كان في أي يعني حديث عن مؤتمر، ولم يعلن عن مؤتمر صحفي في الدوحة، ولذلك أنا ما أعرف برضو يعني من الذي قال إنه كان في مؤتمر صحفي وألغي. يعني ما كان في مؤتمر صحفي أصلاً. وبعدين بالمناسبة يعني الناس المتابعين على الأقل يعني الشؤون العربية عامة والشؤون الخليجية بصفة أدق وقطر بشكل محدد، يعني غالباً بعد لقاء سمو الأمير بأي ضيف للبلاد ما قاعدة تكون في يعني تصريحات، ما في زول بيتكلم، يعني ما في مؤتمر صحفي، حتى ما في تصريحات من الجانبين. صحيح قد يخرج وزير الخارجية هنا أو وزير الخارجية هناك، أو يطلع بيان من الديوان الأميري أو كذا، يعني يوضح يعني ما تم نقاشه هكذا، لكن أصلا ما كان في أي يعني لم تتم يعني أصلا الدعوة لمؤتمر صحفي ثم إلغاؤه، هذا ما حدث أصلا. ما ليس هناك أي دعوة لمؤتمر صحفي، ولم يتم إلغاؤه باعتبار أنه أصلا ما كان معلن عنه. يعني والناس يعرفوا يعني هو الزمن ده في حاجه مكتوبه، ما في حاجه مكتوبه، يعني ما كان في مؤتمر صحفي اصلا. طيب، ايضا في جدل دائما في موضوع المراسم، من يستقبل الرئيس او موضوع العلم، يعني دائما هذا الجدل يعني انا اكاد اشهد دائما في كل الزيارات او معظم الزيارات. هذه الزياره ايضا شهدت مثل هذا الجدل، هناك من يقول انه من يعني لم يستقبل امير البلاد الرئيس البشير في المطار، يعني مراسميا كيف ايضا تنظر لهذا الجدل؟ لا يعني من ناحيه مراسميه هنا في قطر، يعني السمو الامير ما بيستقبل ضيوفه في المطار، بيستقبلهم في القصر او في الديوان الاميري عاده. ويمكن الناس يكونوا شاهدوا عدد من الضيوف اللي وصلوا مؤخرا في الدوحه، عدد من الرؤساء اللي زاروا الان في الصوره. يعني نعم هناك صور، الصور التي هناك صور انا افتكر انه حقه لو عرضا. نعم اي نعم، الصور التي ارسلتها يعني الان على الشاشه، هذه نعم. الصوره اظن مع الرئيس الموريتاني. نعم نعم نعم، الصور الان على الشاشه. نعم نعم، يعني ما في يعني في رئيس الموريتاني، في عدد من الرؤساء الباكستاني، كلهم جو في الايام. الرئيس الباكستاني يمكن قبال يومين ثلاثه ما بيستقبلوه في المطار يعني. وبالمناسبه الحكايه دي ما بدعفي في قطر، يعني في كثير من الدول نفس الحكايه، يعني مثلا في تركيا الرئيس التركي ما بقابل ضيوفه في المطار، بيقابلون برضه في القصر الرئاسي. في الصين ما في رئيس الصين ما بقابل الناس في المطار. في عدد من الدول يعني انا يمكن ما يعني، لكن عدد كبير من الدول حسب البروتوكول بتاعهم ما بيستقبل رئيس الدولة ضيوفه في المطار، يعني بيستقبلهم في القصر. الآن على الشاشة أظن زيارة الرئيس التركي إلى الدوحة وفي استقباله الوزير العطية. نعم نعم، فعادة بيقابلوا واحد من وزير الخارجية أو حسب المعمول به، يعني وزير الخارجية يقابل الضيف وبعد يعني تفسيرك لزيوع مثل هذه الأخبار واهتمام البعض بها في السوشيال ميديا، يعني كيف تفسرها يعني؟ والله يا أخي ما هو شوف يعني الظروف الحاسة الآن في السودان يمكن أن تكون حساسة لدرجة أنه مثل هذه الأشياء تثير حفيظ بعض الناس اللي مؤيدين للحكومة وتثير كذلك الناقمين على الحكومه بانه لم يستقبل الاستقبال اللائق. لكن هذا كله انا افتكر انه يعني ليس له اساس من الصحه،
وهذا هو المعمول به هنا في دولة قطر. الأمير يقابل ضيوفه، وبالعكس بالمناسبة الأمير يعني سمو الأمير تميم استقبل الرئيس استقبال هش جدا وبحميمية شديدة جدا. نعم، وحقيقة اللي بيقعد يحضر نعم الفيديو يمكن أن نعرض الفيديو الآن بيناتهم، وفكر يعني حب الود الزبير نحن يمكن أن نعرض الفيديو بتاع الاستقبال، أظن عرضناه قبل قليل، ممكن يعرض الآن كذلك مجددا يعني. نعم. واضح من الاستقبال. نعم نعم الفيديو نعم الآن. طيب نعم أنا أفكر إنه يعني واضح إنه استقبال الأمير في الـ في الـ في الـ في القصر أو في الديوان الأمير يعني من الرئيس البشير وضيوفه، وأنا أفكر إنه يعني واضح إنه استقبال واضح يعني فيه كثير من الحميمية وتقدير للسودان، وحقيقة علاقة السودان بقطر يعني علاقات متميزة. وقف قطر مع السودان لم يتم الآن، يعني وقف السودان مع قطر في قضية دارفور موضوع يعني حقيقة مشهود يعني، والجهد اللي بذلته قطر وطول النفس اللي أبدته حتى تحقق السلام وحتى وقعت اتفاقية الدوحة. أنا أقول يعني هذا يعني صف رصيد دولة قطر تجاه السودان وتجاه الشعب السوداني. يعني أفتكر إنه كون حقن دماء السودانيين في دارفور، أنا أفتكر هذا رصيد لدولة قطر لا يمكن أن يداني أي رصيد لأي دولة أخرى. نعم. لأنه حقن الدماء يعني يمكن على ذكر مفاوضات الدوحة، يعني كان من المقرر أن تجري يعني مباحثات بين الحكومة وبعض حركات دارفور، لكن نعم. الأخيرة أظنها اعتذرت يعني. لا هو نشوفه بالناس الحكاية دي ما طبيعية يعني. أنا متوقع إنه في القريب العاجل إنه الناس يجوا ويقعدوا والمفاوضات تتم يعني. ربما يعني الظروف الحالية يعني ربما تكون يعني حالة دون جلوس الطرفين، وطبعا لما مفهوم إنه الطرف الآخر لماذا اعتذر يعني، لكن في النهاية مؤكد يعني سيأتي الوقت الذي يجلس فيه تجلس فيه الحكومة السودانية مع ميني ومع جبريل، وإن شاء الله يتحقق السلام على يد دولة قطر، وهي مشروع بدته إن شاء الله يتم. وإحنا نفتكر في جدية كبيرة جدا حتى في هذه الجلسة يعني تم التطرق لهذا الموضوع، أهمية يتواصل الجهد، وهم عبروا عن يعني دورهم واهتمام بهذا الملف وجديتهم في الوصول إلى نهاية له. وأنا أفتكر أنه يعني حقيقة يعني ثاني مرة أقول أنه يعني هذا رصيد يضاف إلى 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 رصيد دولة قطر كونه يحقن دماء السودانيين في ختاما. أستاذ الزبير يعني نستطيع أن نقول أن الزيارة كانت ناجحة وأن لها نتائج يعني متوقعة في القريب العاجل؟ إنها زيارة كانت ناجحة جدا، ونتائجها يعني إن شاء الله يعني في قضون الأيام القادمة يمكن سترون ما ستسفر عنه هذه المباحثات التي تمت اليوم بين الفخامة الرئيس البشير وسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن شاء الله يعني. ونتمنى أن بالفعل أن تحقق ما يمكن أن يصب في مصلحة السودان وفي مصلحة حتى الشعب القطري والشعب السوداني بمشيئة الله تعالى. شكرا لك الأستاذ الزبير عثمان أحمد الملحق الإعلامي بسفارة السودان بالدوحة، شكرا جزيلا، حدثتنا من الدوحة. بعد الفاصل الصراع في إقليم الأمهرة بإثيوبيا وتأثيراته على السودان، خليكم معنا. من جديد مرحب بكم في حال البلد. هنالك نزاع مسلح في أثيوبيا تحديدا في إقليم الأمهرة الأثيوبي، الأوضاع هناك ليست بخير، وهي تدفع بعدد من اللاجئين الأثيوبيين إلى السودان. العدد الذي عندي حتى الآن حوالي 1500 لاجئ، ويتوقع يعني ارتفاعهم إلى أكثر من ذلك. هنالك عمليات مطاردات مسلحة
يعني هنالك وضع حقيقة يجعل الحكومة السودانية الآن تحت الضغط بحيث تقدم مساعدات غذائية وطبية لإخواننا الأثيوبيين. بداية قبل ما نشوف ترتيبات الحكومة، لأنه الآن الناس بتكلموا عن أنه هل هذه المواجهات القبلية حتدفع بعدد كبير من الناس، يعني نقدر نتكلم عنه هل حيمشي لمعسكرات ولا حيخشوا في المدن بشكل مباشر. هناك يعني كثير من النقاش حول هذا الموضوع أيضا، لكن دعونا في البدء نخلي زميلنا الإعلامي الأثيوبي أنور إبراهيم يعطينا إفادات حول طبيعة الصراع الذي يدور في إقليم الأمهرة ثم نعود. نعم، أي صراع قد يلقي بزلاله على كافة المشروعات الكبرى في البلاد، ليس مشروع صد النهضة فقط، ولكن رأينا هنالك تأثر للحركة، حركة التنقل والحركة التجارية ما بين السودان وإثيوبيا، وكذلك حركة المواصلات العامة وحركة البضائع في إقليم الأمهرة التي ظلت منقطعة لفترة طويلة، وقد تأثرت مدينة بهردار عاصمة إقليم الأمهرة ومدينة جوندر خلال الأحداث الأولى، وأيضا تأثر الطريق الرابط ما بين السودان وإثيوبيا خلال تعطيله واعتراض عدد من المواطنين على الشاحنات وأيضا المخط سير المواصلات بصورة عامة. إذن يوضح أن هذا الصراع قد يؤثر على الحركة الاقتصادية في البلاد وخاصة في الجزء الشمالي الغربي. نعم، تطورت الأحداث في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة، وظهرت أحداث المتمة الأولى والثانية وتجدد الصراع داخل الإقليم عقب مطالبة قبيلة القمانت إحدى القبائل قومية الأمهرة بمطالب خاصة في الحكم والمشاركة في المواقع، وأيضا بعدد من المحليات التي تقتل فيها أفراد من هذه القبائل. وتم مرارا وتكرارا معالجة هذه القضية من الحكومة الإقليمية والحكومة الفيدرالية، ولكن تجدد الصراع جعل القضية متأخرة جدا، مما حدا أن يكون هنالك صراع داخلي ما بين الأمهرة والقمانت ونزوح عدد كبير من غمية القمانت إلى منطقة المتم ومنها إلى السودان، وأدى إلى وفاة عدد من الأفراد من القبيلتين وتجدد الصراع مرات متكررة، وهنالك اتهامات متبادلة ما بين القمانت والأمهرة، حيث يقول الأمهرة أن هذه الخلافات هي عبارة عن حراك سياسي، والقمانت يطالبون بمطالب سياسية ومطالب خاصة بالهوية، وخاصة أنهم يطالبون بمواقع مختلفة داخل الحزب الائتلافي داخل الحزب الحاكم اللي يعود إلى قبيلة الأمهرة وهو حركة ديمقراطية لشعب الأمهرة. وما بين هذا وذاك ظل الصراع منتشرا ومتطورا في هذه المنطقة، مما أدى لنزوح عدد كبير من الأفراد إلى السودان ووفاة آخرين خلال الصراعين الدائرين في مدينة المتمة السابقة. نعم، إقليم الأمهرة بيضم عدد من القبائل مثل قبيلة الأجو والقمانت والأمهرة والوجام، هي قبائل متعددة، والآن أخذت الأحداث في المنطقة ما بين المطالب السياسية ومطالب الهوية، حيث عدد من القبائل طالبت بأن لها حقوق لم تأخذها خلال الفترات السابقة، وخاصة في ظل التقسيمات التي طرأت أخيرا داخل كل حزب من الأحزاب الائتلافية الأربعة التي تشارك في الحزب الحاكم في إثيوبيا. هناك عدد كبير من الفارين، وحسب التقارير الأخيرة التي وصلت من السودان العدد في ازدياد في تطور، هناك من طلب اللجوء بصورة كبيرة، وأعتقد يجب أن يتم هناك معالجات واتفاق ما بين الحكومتين السودانية والإثيوبية لإعادة هؤلاء الفارين، وأن يتم معالجة أولا قضية إقليم الأمهرة والصراع الداخل ما بين القبائل وهذه الأحداث التي تعتبر جديدة على الشعب الإثيوبي خلال هذه المراحل. وهناك من يتهم جهات بعينها بأنها تحاول أن تؤول هذا الصراع وتدعمه لأن يأخذ مناح أخرى وأن تكون هناك صراعات إثنية وقبلية في المنطقة. عودة الطوارئ إلى إثيوبيا تتوقف على نشاط الحكومة وسيرها. نشاهد الآن هناك العديد من الأحداث في شرق إثيوبيا في مناطق العفر وفي غربها في منطقة بني شنغول وفي شمالها في إقليم الأمهرة. أضف إلى ذلك الصراع في إقليم أوروميا بحد ذاته ما بين الحكومة وبعض الجماعات المسلحة وأيضا الأحزاب المعارضة. إذن الوضع الآن يهدد بأن تكون هنالك بعض الحالات التي قد تفرضها الحكومة خلال المراحل القادمة، ولكن إحدى أسباب اندلاع الحراك الشبابي في المنطقة كان رفضا لقانون الطوارئ السابق الذي أعلن في فترة هيلا مريم دسالي، والتي رفضها الشباب وخرج إلى الشوارع ورأى أنها تعطل حركة المواطنين وأنها ذريعة لفرض قيد على حركة المواطنين. وأعتقد أن الحكومة قبل أن
تتسرع وتتخذ أي خطوة فيما يخص قانون الطوارئ يجب أن تكون لك دراسة شاملة وكافية. هل تحتاج البلاد إلى حالة طوارئ أم يمكن الحكومة أن تمتص هذا الغضب وتعالج هذه القضايا خاصة في إقليم الأمهرة؟ حقيقة دوما نحن كمتابعين لهذا الشأن أو القضايا الإثيوبية نرى أن أي صراع في إثيوبيا قد يتأثر به السودان وخاصة في على الشريط الحدودي أو على الغليمة التي تقع في الشريط الحدودي ما بين السودان وإثيوبيا. فأي حداثة تقوم في إثيوبيا أو أي صراع تدخل في إثيوبيا أعتقد أن السودان سيتضرر، وهذا ليس بجديد منذ اليوم، نشاهد ذلك منذ التبعينيات. أي حداث في إثيوبيا يتضرر منها السودان، وكذلك أيضا أي حداث في المناطق الشرقية للسودان يتضرر منها إثيوبيا. هنالك تكامل ما بين البلدين في كافة المجالات، وهنالك علاقات تواصل شعبية واقتصادية وسياسية. إذن أي قضية أو أي حراك أي خلاف أو أي صراع قد يضر بالدولتين، وخاصة إذا كان في إثيوبيا، لأن الملجأ الوحيد للشعوب الإثيوبية خلال التجربة السابقة هي السودان. فرأينا النزوح السابق في الثمانينات خلال المجاعة الشهيرة وكذلك الأحداث الأخيرة، ونحن الآن نتابع هذه الأحداث. هنالك عدد كبير ينزح إلى السودان، وشيء طبيعي أن يتضرر السودان من هذه الأحداث، وخاصة أن الحدود هي حدود لشعوب تتواصل وتدخل مع بعضها البعض. نعم، هنالك المادة 39 من الدستور الإثيوبي التي تعطي الأغاليم حق تقرير المصير، ولكن في الوضع الراهن نحن الآن نرى هنالك بعض المطالب بتغيير بعض المواد في الدستور، خاصة من المثقفين والكتاب الذين ينتقدون الدستور في الوقت الحالي ويرون أن هنالك مواد يجب تعديلها ويجب مراجعتها. ولكن على أن ينفصل إقليم لا أتوقع ذلك، فليس بجديد أن تدخل إثيوبيا في صراعات في إقليم أوروميا، في الجنوب، في إقليم الصومال الإثيوبي، ولكن حتى الآن لم نرى مثل هذه التجربة. وأعتقد أن التجارب السابقة كفيلة بأن تقوم إثيوبيا بمعالجة الأوضاع الداخلية وترميم الوضع الداخلي والسير إلى أمام لمعالجة هذه القضايا من أجل إسعاد الإثيوبي. شكرا لزميلنا الإعلامي الإثيوبي أنور إبراهيم في هذا التسجيل، حاول الإجابة على بعض الأسئلة التي قدمت إليه من فريق البرنامج حول الأوضاع في إقليم الأمهرة، الصراع وطبيعته وأبعاده ونتائجه الحالية ونتائجه المستقبلية. طبعا الناس كانوا بيتابعوا إثيوبيا بكثير من الفخر وبكثير من الدهشة لكل الخطى التي يعني لازمت مسيرتها مؤخرا. الآن هذه الأوضاع تقود إثيوبيا إلى وضع خطر، وكلنا أمل أن تنتهي الأوضاع بخير وسلام ولا تقود إثيوبيا إلى الدرب الذي لطالما يعني كان هنالك تحذير منه في منطقتنا، وهناك تخوفات حقيقية منه. حول جهوزية البلاد لهذا الوضع في إقليم الأمهرة، زي ما قال أنور يعني السودان يتأثر، وهذا مفهوم بداهة. معي على الهاتف السيد حمد الجزولي معتمد اللاجئين. مرحبا بك سيد حمد، ما هي ترتيباتكم، ما هي الأعداد التي تتوقعونها؟ مرحبا بسودانية 24 أستاذ طاهر. في الحقيقة يمكن الصراع الأثيوبي يتأثر به السودان كما تفضل الأستاذ أنور، والسودان ظل يستضيف اللاجئين منذ سبعينات القرن الماضي وفي منتصف الثمانينات عندما ضرب الجفاف في قاع أثيوبيا وأريتريا ذات تايم، والآن في هذه الصراعات بدأت تتدفق أعداد من الكوماند بعد أن حدث بعض الخلافات بين الأمهر والكوماند، وعبر الحدود السودانية الأثيوبية عدد كبير منهم يقدر بأكثر من 1600 طالب لجوء. وبنص الاتفاقيات والكونفنشنز والمواثيق الدولية أي إنسان يعبر حدود بلده إلى بلد آخر فهو طالب لجوء، وعلى الدول الموقعة على هذه المواثيق أن تستضيف هذا الشخص الذي عبر حدود بلده خوفا من الاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته. ولهذه الأسباب مجتمع قامت معتمدية اللاجئين باستقبال هؤلاء القادمين من دولة أثيوبيا، وعددهم كما قلت أكثر من 1600. تم تصنيفهم في منطقة باسوندا والفدراء، وجدنا أنه هناك 39 منهم من قبيلة التيغراي، وهذه المجموعة طلبت إعادتهم إلى إقليم الحمرة وقمنا بذلك ورحلناهم إلى إقليم الحمرة. البقية هم من قبيلة الكوماند، أكثر من 95% طلبوا حق اللجوء، وبدأنا الترتيبات لترحيلهم إلى
معسكر الشقراء بولايه كسلة بالتنسيق مع ولايه القضارف وولايه كسلة. بدانا بالامس استقبال الفوج الاول من الترحيل، وكان يحمل 250 طالب لجوء، منهم 90 من الرجال و46 من النساء و114 من الاطفال. ده في كسلة، لأنه في صور الآن على الشاشة أظن للمجموعة وصلت إلى كسلة. نعم. فقمنا بترحيلهم إلى كسلة إلى معسكر الشقراب، وتم استضافتهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم من الغذاء والمأوى والإسعافات الأولية، والآن تم ترحيلهم إلى محل السكن الدائم وقدمت لهم الوجبات الجاهزة، وهم الآن في أمان وسلام بمعسكر الشقراب. تم ترحيلهم بعدد 3 شاحنات وواحد بص وعربة إسعاف واثنين عربة صغيرة من معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية. صورهم على الشاشة دكتور حمد، صورهم الآن على الشاشة. نعم واصل. والآن سوف تستمر الرحلات بإذن الله إلى أن نقوم بترحيل بقية الأعداد. الأمر الجدير بالذكر أنه قبل أسبوع وصلت مجموعة من حكومة الأثيوبية إلى هؤلاء طالبي اللجوء بمنطقة الحمرة، بمنطقة الفجراء ومنطقة باسوندا، لإقناعهم بالعودة إلى حضن الوطن الأثيوبي، ولكن هذه المجموعة رفضت رفضا باتا، وذكرت بأن لهم مطالب كما تفضل الأستاذ أنور بالهوية ومطالب سياسية، وهم لم يرجعوا إلا إذا يعني وجدوا ما يضمن لهم هذه المطالب. فالآن هم يفضلون طلب اللجوء ويرون في المستقبل ماذا يحدث. توقعاتنا بأنه تزيد هذه الأعداد، باعتبار أنه هؤلاء القادمين ذكروا بأن هناك أعداد كبيرة مفقودة، وهناك أعداد كبيرة لم تصل حتى الآن، وهناك أعداد عالقة بالحدود، فنحن نتوقع أن تزيد هذه الأعداد. قمنا بإعداد خطة طوارئ الكونتينجنسي بلان مع المفوضية السامة لشؤون اللاجئين لعدد 5000 لاجئ، والآن الخطة جاهزة بالتنسيق مع المفوضية السامة لشؤون اللاجئين، برنامج الغذاء العالمي WFP، منظمة الصحة العالمية WHO، والمنظمات الوطنية الهلال الأحمر والتلاويت. والآن هذه المنظمات بالميدان تقدم الوجبات الجاهزة والإسعافات الأولية. دكتور حمد، يعني في كلام عن انه بعض الرعايا الاثيوبيين ديل معاهم ماشيه ودخلوا بها البلد، هل هناك اي مخاوف بيطريه من دخول هذه الماشيه كذلك؟ نعم، قمنا بحصر هذه الماشيه تقريبا ما يقارب 5000 راس من الضأن ومن الماشيه، وقامت وزاره الثروه الحيوانيه بالقضارف بتطعيم هذه الماشيه تحوطا لاي امراض، وهم الان بصدد إعادة هذه الماشية إلى أصحابها بإقليم الأمهرة. يعني عندكم خطة واضحة لوضع اللاجئين هؤلاء في يعني في معسكرات، ما في طريقة إنه ينفذوا إلى المدن يعني؟ نعم، إحنا تجنب لأي تسرب إلى المدن، الآن هم بمعسكر الشقراب، وإذا تزايدت الأعداد لدينا خطة بأن نقيم معسكر خاص بهؤلاء الأثيوبيين القادمين الجدد بإذن الله. يعني البعض يتخوف من انه ينتقل الصراع بين المكونات على يعني في مطاردات على الحدود، ما مدى صحة ذلك؟ وهل في قوة من الامن والجيش على الحدود الان؟ لم يصلنا ما يفيد بان هنالك قوة على الحدود، ونحن لم نصل الحدود، بل زرنا هؤلاء القادمين عندما وصلوا الى منطقة الفجراء ومنطقة باسوندا وكنينة. ولكن سمعنا ايضا بان هنالك بعض المطاردات على الحدود، ولكن لم نرى بام اعيننا اي مطاردات. يعني هنالك دعم اكيد من المنظمات الدوليه لكم في هذا الامر؟ ابدت المفوضيه الساميه دعم لهذه، باعتبار انه هذه حاله بتاعت طوارئ وحاله تستحق الدعم، والان الميزانيه جاهزه لاستقبال هؤلاء اللاجئين وترحيلهم بعزه وكرامه الى موقع الشقراء. شكرا لك دكتور حمد الجزولي معتمد اللاجئين، شكرا جزيلا على هذه الإفادات. بعد الفاصل، الحراك الشبابي، التظاهرات أنجبت يعني بعض الناس على اللايفات يعني، وعندنا زي نموذج دارين نتكلم عنه، تكلمنا عنه المرة فاتت. خلونا بعد الفاصل نتكلم في الموضوع ده.
لو بتتذكروا في الحلقة الماضية أنا تحدثت عن بعض أصوات الفتنة، وأصوات الفتنة ودعاة الفتنة هم من يريدون جر البلاد إلى العنف، وللأسف بندسوا ويستثمروا ويدخلوا وسط القضايا العادلة، وسط الأصوات اللي بتهتف بحق بتجد بعض هؤلاء. وأنا أعطيت نموذج من المرة الفاتت، خلوني أعطي نموذج لامرأة تحرض على القتل بعد ما كانت في عربة شرطة تمر، وواضح أن الناس اللي عربة الشرطة دي ما كانت شعرة أنها عندها مشكلة تمر وسط المحتجين، لكن هذا الهتاف لوسط الشباب بأنهم يقتلوا النازل كان شيء مزعج بالنسبة لي. هؤلاء هم دعاة الفتنة وقادة الاحتراب الذين يريدون أن يدمروا هذه البلاد. وأنا حعيد أسمعكم الصوت من جديد عشان أوديكم للفيديو الثاني. نعم نشاهد. الفيديو في بدايته عربة الشرطة مطاردة رجال الشرطة، هذا الهتاف بيقتلوهم اقتلوهم اقتلوهم، وده يا أولاد وشباب يعني تحريض للدم، تحريض للعنف. وجبت فيديو برضو المرة اللي فاتت لواحد من الشباب، أنا ما أعرف هل هو من يعني هو المنصب نفسه من قادة حركة المهنيين، يعني ما يسمى بتجمع المهنيين، يعني هل هو واحد منهم؟ طبعا احنا قلنا اكثر من مرة انه هذا التجمع غامض، ما عنده قيادات بالنسبة لنا واضحة، يعني لا تقدر تفرز انه هل الجماعة قاعد يطلعوا لايفات ديل هم تبعوا ما تبعوا، الموضوع يعني بقى مفتوح، يعني لانك انت ما عارف ذاته طبيعة هذا التجمع منه قيادته وقاعدين وين جوا السودان برا السودان. المهم في واحد منهم تتذكروا احنا كنا بنتكلم عن موضوع السيناريو بتاع السيناريو ما سميناه بالطرف الثالث، والطلقة اللي بتخش بين الفاعلين على الأرض عشان تصنع حدث يستزيد الوضع دم يعني عنفا. أنا حأوريكم الفيديو ده لأنه شاب ده علق على تعليقي، وللأسف هو بيتكلم في ماليزيا ما بيتكلم في السودان. خلينا نوريكم قال شنو، ونحن كان جبناه في سياق أنه القناصة ما يعرف بنظرية القناصة، وكان جبنا فيديو من الروسية لواحد من الخبراء الروس كان يتحدث عن نظرية القناصة في الربيع العربي. ماذا كان يقول الشاب لشباب؟ كان بيقول كلام لأولاد صغار في ماليزيا الطلاب، يعني ماذا كان يقول لهم؟ نشاهد. بلد دي بيحصل فيها موت ونحن خطنا ما درسينه، ما غالبنا نجيبه في الساحة خضر الله، من كان قاعد في الساحة كلكم كنتوا بتعملوا الحاصل، ما غالبنا نجيبه في الساحة، ما قناصة طلقة بنجيبك ما غالبانا، طلقة بنجيبها ما غالبانا. ونتحدث عن يعني تهديده باغتيال الرئيس البشير، ما غلبانا، هو منو معاه منو بيتكلم باسم منو، دي أسئلة كثيرة يعني. لكن أنا جزء من مشاهداتي في السوشيال ميديا بحاول أتعرف على قادة ما يسمى بتجمع المهنيين، الناس اللي بيتكلموا باسم هذا التجمع، الناس اللي شغالين لايفات ديل منو، فكرهم شنو، فهمهم شنو، وعيهم شنو، دارين يسوقوا البلد لوين. بنلقاني النموذج ده صراحة أنا ما أعرف هل هو قيادي، ما بقدر أقول هو قيادي في تجمع المهنيين ولا ما قيادي، ولا زول ساكت داري يخطف صوته ما بقدر أقول، لكن توقفت عند هذه العبارة. لا شك أنها التي تقال بمثل هذه الجرأة تستدعي الانتباه. طيب بعد ما بسينا نحن هذا الفيديو، هذا المقطع الصغير في ظل حديثنا عن القناصة، الرجل طلع تاني وعمل لي لايف وعلق تعليق، التعليق أضعه من جديد أمامكم في الشاشة. ماذا قال؟ نعم قال انه بسبب مقطع فيديو مقطوع من الطاهر
الآن الأمن الماليزي بمساعدة 2 من الضباط السودانيين قدروا يصنفوا الكلام في الفيديو كعمل إرهابي، والآن جاري البحث عن شخص الضعيف وممكن أجيكم في السودان في أي لحظة، وفي كل الأحوال الطاهر اللي يطير هو المسكون أعلاه. والله أنا طبعا مستغرب بتين الأمن الماليزي ده بسرعة شديدة. نحن بسينا الحكاية ده أول البارح طوالي، الشاب ده الجرسة بتاعته طقت يعني، بتين هو بسيناه وصنفوه وبقوه عمل إرهابي. أنا ما أعرف هو بصنف شنو يعني، ما يعني خلي أنا ما أعرف موضوع الماليزي والأمن الماليزي ومعه ضباط سودانيين ده، أنا ما عندي به علم، لكن لأنه الفيديو ده تابه بسيته قبال يعني أولت البارح يعني، بيتين بالسرعة دي قعدوا وصنفوه وبقوا بيطاردوه وبقى يكورك ويعني يستنجدوا كده يعني. متى حدث هذا بهذه السرعة؟ استغرب لذلك، لكن أنا ما أعرف هو بيميز شنو الدعوة لمثل الاغتيال يعني، أنه عنده طلقة وطلقة جاهزة وما غلبانة. أنت منو الما غلباك؟ من تمثل؟ ومنو المعاك؟ وأنت قاعد تتكلم من ماليزيا، ما بتتكلم من السودان. طبعا الشاب ده كان قال هو قاعد في السودان وعنده مواسبة إبداعات وخيالات رهيبة كده. خلونا أوريكم واحد من الخيالات، ممكن ما تتوفر في أي فيلم هندي، أي فيلم هندي ما حد يتوفر فيهم كده. شاهدوا وارجعوا لي. العالم كله بيسأل الآن، فهمتوا رضني؟ سؤالهم الأول ناس الجهاز، إشاعات زنون مشى بشار، زنون مشى وين؟ أنا جيت ماليزيا، مرتب البر لحد أثيوبيا، والسبب عشان ما في زول يمشي ألف ولا الزول ده هرب. احنا كنا قاعدين في أول زول طلع الشارع في الخرطوم، ما أرجل من زول، كل الناس طلعوا رجال. لكن لما تكلمنا في الكلام القبل، الخط كان اعتقال. أنا بخش المظاهرة، بطلع بغالي، بخش لابس قميص، بطلع لابس جلابية وعمل. الكلام ده وريته للناس المتابعين الله يفات، وريته بيان بالعمل في 7 ثواني بالضبط، انا غيرت شكلي 180 درجه. فبيقول ناس الجهاز يقول الزول ده مالك مالك مين يفهم، نخش المظاهره نشوفه يا هونداك بيطلع بغادي ولا نلقاه. بخش قال لابس قميص بيطلع لابس جلابيه في 7 ثواني، بديع والله، بديع بديع بديع. لا 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 رهيب رهيب رهيب، ما في زيك يعني، ده فيلم هندي بامتياز. وللاسف في ناس كتار بيضيعوا زمنهم في يسمعوا مثل هذا المعتوه يعني، بيسمعوا فيه يعني، وقاعد في ماليزيا ومشت تشاد يعني، تذاكره تمام وقروشه تمام وقاعد في ماليزيا سياحة. يا ربي في ماليزيا سياحة يعني، واضح انه الرجل يعني مقتدر وقروشه كثيرة وبيسافر اكثر من دولة وبيتحرك بأمان وعنده طلق ومخطط وما كثير علينا. ربنا يحفظ بلدنا يعني، يحفظ شبابنا من أمثال هؤلاء الذين يريدون أن يقودوا البلاد للمجهول.